صدري مفتوح لرصاصة الطار اللي محيراكي، مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ أقل الدنيا أمارة عشان أعرف أبلع كلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، وإذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني أنت شايفة إن طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها نوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو الثمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي نوح؟ الاثنين يا فندينا. براءه غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيرة. انت ست وصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حتة دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحة قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة، الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوه انا، ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايز نعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نفوخي بقى. لا 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 لا، انت لا يمكن تكوني رمانة اللي انا اعرفها، انت لازم يتعمل لك زار وتترقي، انت اكيد ملبوسه. يا اخي ولا ملبوسه ولا مكبوسه، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الامانه المهنيه بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرف اللي بترفسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي ايه. وانت بتدهولي ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال عناب. لو البيت بوسي ايه مزبطاه على التراك اخر حلاوة. طبعا البركة فيك، ما هي تربية ايديك. وانت ما تمرش فيك التربية ليه؟ اثر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانة، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها تبي اوب. سلام يا نجمة. مرسي. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان في مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده أنت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان
خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبتي مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. ركزوز تفضلي تفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حياتي؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قول لي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده يا ستي التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجة زي كده. ايه اللي انت قلتيه نختار عليه التوك توك؟ يا زوز يا زوز تعالى. تفوتنا؟ بوري عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا ما اعرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن لافندينا يستوعبني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خير وكلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. ألف سلام عليكي. دي بقى يا ستي ميس فريدة بنت الراجل الكبير الباشا الأصلي. نور يا حاجة. يا لهوي يما، ما أنا قاعدة في حالي أهو. حالك ده إيه يا بيت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيرة كده ليه ولو يا بوزك؟ مفيش حاجة، زهقانة، قرفانة، أي حاجة. لا، الحكاية مش حكاية قرف ولا حكاية زهق. كله من بصتك في البلكونة اللي هتجيب أجلك. أديني سايباها لك، وسايبة لك الأوضة كلها. استني عندك هنا. أنا عايز أفهم في إيه؟ إيه الحكاية؟ ولا أنت فاكرة نفسك إنك كبرت عليا خلاص؟ أنت عايزة إيه مني دلوقتي؟ عايزة أعرف إيه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتني يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انت بص عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز الشباب. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرة. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنتي فوقي، خميس ده متجوز مراته. ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها، بس ده قالها إني مراته.
والله لازم تعرف يا خايبة، دي كانت بتبصلي زي ما تكون زي ما تكون بتواسيني. أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ أنا كان لازم أسأله من دي، لازم أقول له جاية ليه؟ نفسي أتكلم بقى، نفسي أصرخ، نفسي حد يحس بيا، وحتى لو اتكلم هتكلم أقول له إيه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فارق يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة على الأقل ما كذبش علي. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري ان انتي اللي خدتي القرار بنفسك من غير اي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ انا قلت كده برضه، بس انا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما انتي عايزة. وهو قال لك كده؟ لا عنده حق في دي. ماشي. لا حفظتها. فانسي فانس فانسي. طب انا مضطر اقفل دلوقتي عشان انا داخل على لجنه. باي باي. رخصك. رخصك رخصك. بطل غلاسه وقولي مين اللي كانت معاك دي. مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندورة الصايحة اللي رحت جبتها لنا وعملت لي فيها مرشد سياحي وعملت تفرجها هنا وهنا، وقال ايه في الاخر روحتها. انت قصدك على ميس فريدة. ايوه ايوه ايوه، ده دي اخر سايحة موجودة عندنا في مصر، وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها. انا عرفتك عليها. ايوه مين ميس فريدة؟ خطيبتي. باي فانسي. في ايه يا اخويا؟ فانسي هي علمتها لي باللغات. في منها؟ ده انا لسه كنت عند حنتومه. حنتومه؟ حنتومك اللي انت لسه بتروح عند البت الدجاله دي. غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها، وانا طبعا معاك، زي ما هنجيب رجل التانيه ونخلص منها مش كده؟ تانية مين ورجل مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض حراره. كم مرة قلنا بلاش تشاش ساعة ونخرج في الفسحة؟ فسحة ايه؟ من مجنون ومكر صور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ أنا زعلتك في حاجة؟ أنا زعلتك في حاجة. طب ليه؟ أنت عايز إيه من البت دي بالظبط؟ الجواز إن شاء الله على سنة الله ورسوله. طب واللي بينا؟ بينا؟ بينا إيه يا مرات الخال؟ مرات الخال؟ دلوقتي بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال. والشقه اللي على المحاره، والفرش اللي هنفرشه سوا، والهجان اللي هنهجه مع بعض. ايه ده 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 ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ مش انت اللي خدتني من ايدي ووديتني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ادي اخره مشيك وانت نايمه. ادي اخره المشي وانت مش بتمشي وانت نايمه برضو، ولا انا فهمت غلط؟ اللهم اشفي مرات الخال، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى الاسلام. تعالى هنا كلمني. بنت انت؟ انا اسمي المعلم خميس. الكلام اللي بتقوليه ده طير فيه رقاب. احنا صعايده. كل اللي اقدر اعمله لك اني اعمل نفسي كاني ما سمعتش. فاهمه؟ نصيحه مني يا شو، ما تخلينيش هلمحك تاني. معقول يا ابو سنه
الأيام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني؟ أنا مش قلتلك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج والأيام بتخلع توبها الأسود والفرح عرف طريق بيتنا. دي فرحانة بالبيت ولا بالجواز يا حاجة؟ فرحانة بالحق اللي رجع لأصحاب. كرامة؟ كرامة مال؟ حدد أصلها على طرف. والضرة اللي انت عجبها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعة والتانية بعجزها وخراسها. كلامك مش مريحني يا أبو سنة. البنت أصلها صعبان عليا يا حاجة، مهما كان دي أمانة في رقبتنا برضه. أبو سنة مش حاجة يا حاجة، أنا بس عايز أقول لك إن عظم التربة له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص عادش فيه فايدة. أنت ليه عايز تطفي فرحتي؟ أنا مش عايز أطفي فرحتك ولا حاجة يا حاجة، أنا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الأوان. أنا خايف لا فرحة زي دي تنسينا إحنا مين ونبقى إيه لبعض. إحنا إخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقة في بعض. اوعى تنسى الحقيقة دي يا أبو سنة. أنا ما نسيتش يا حاجة، بس الظاهر أنت اللي نسيتي. نسيت إيه؟ نسيت إن أبو كرامة يبقى أخويا وأخوكي. مالك يا شو؟ انت مش سامعني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا شلوفة. مين؟ ها زفت. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ انا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي، في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا مش هينفع في التليفون، انا هطفش يا خميس ومش راجعة. بس قبل ما امشي ليك مصلحة عندي اقولها لك وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر ابويا وامي، انا هستناك ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا ابله، ده انا والمصحف الشريف صدقتك. ايه الحلاوه دي؟ ايش طيب يا بت، اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي ابقى كشفك في الضلمه، الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا بطلة، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه براء؟ افندينا خلاص بح، هنكتب له شهاده خروج من الدنيا الليله. هتقتله؟ هاخد طور اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه مالك؟ مالك اتخدتي كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، انا مش راجع غير بدم افندينا مغازى ايدي دول عشان نقرا الفتحة نروح المرحوم ناخد عزاء واحنا راسنا مرفوعه.
ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جيتلك ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة بتردي عليا؟ ساكت ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ايه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة، هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس. اتفضلوا معايا، اقتلوا بلاش ويتوب علينا ربنا وكده، انما كله شويه اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر. في ايه؟ ايه الصرعة دي؟ عشان ايه؟ هي ليه ما قامتش اللي عداد؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجة؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومة طبت وخدتهم كلهم على المديرية. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكاية ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له، وفي السكه احكي لك كل حاجه. هل مش وجع على طول اهو؟ يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءة كان عامل فيلم مع رمانة على خميس، لعبه كده كانوا مستفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمه تسليم اهالي للحكومه. رمانة؟ مين رمانة دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصه دي؟ هي يا كبير خطة أفندينا واللي المعلم براءة ملموم عليها اليومين دول. طب اتنقي رزقك انت، وانت كنت معاهم رزق؟ كنت انا درجي من بعيد يا معلم، واول الحكومة ما طبت علينا قلبت بالراحة كده عشان اجي ابلغ معاليك. هما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءة؟ براءة يا حاجة، طلعوا براءة، ما انت عارفة ابنك ودماغه ناشفة. معاني الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر، وابن النوح كان هيلبس حكم جديد قوي، بس افندينا بقى حن وقلبه رق وطلعوا منها زي الشعره من العجينه ولا اجدعها بدران. لا الحكايه فيها ان خميس ما يعملش كده، اوانطه في حاجه في دماغه. دماغه ايه يا حاجه؟ بل بناه تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليله كلها. صحيح لعبتها بحرفنه وجرت رجل براءه ولا اجدعها خروف، وسلمته زي الكلب لافندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلتلك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس. أنا مش مصدقة روحي، معقولة خميس رجال وقاعد على الكنبة في بيتي كمان؟ احضني يا خميس، احضني عشان أصدق. مالك يا خميس؟ انت لسه شايل مني ولا ايه؟ ده انا رمانة، العشق اللي سكن روحك، مش ده كلامك ولا ايه؟ رمانة الميزان في سوق الحلاوة، مش انت اللي بتقولي كده؟ انت نسيت ولا ايه يا فندينا؟ المشكلة اني مش قادر انسى. انت عايز تنساني يا خميس؟
انت عارفه كويس انا عايزه انسى ايه. اللي انا عارفاه اني حطيت روحي على كفي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك، حاولت اكفر عن غلطه عملتها غصب وقله حيله، دفعت عمري تمنها. كل ده ما يخليكش ترق وتسامح. شكلنا هنمضي ورقتين. ورقتين ايه؟ ورقتين دول. دول ورقتين جواز. خليت بدران كتبهم. وموضوع هنا شروط وانا مضيت هنا اهو. بجد يا خميس؟ هتتجوزني بجد؟ ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي ده انا وقعت من اول ما شفتك. هنا يا اخويا صح؟ اه. لا على النور والله. دي ورقتك خليها معاكي. ورقتي وورقتك خليهم معاك. اضمن يتوب علينا ربنا. مبروك يا خموستي. كده؟ طيب ماشي ماشي. خلاص ماشي انا هتصرف. بالسلامة. طمني يا معلم، براء عمل ايه؟ ودوه فين؟ ما ترد عليا يا معلم. جوزك للمره المليون يلف الحبل حوالين رقبتنا ويسيبه في ايد خميس عشان يفضل يشد يشد لحد ما روحنا تطلع. مع انه كان وعدني هيجيب طار غريب الليله. ما كله منك انتي. انت اللي عماله تزني زي غرام البين لحد ما خليتيها كبرت في نافوخه وخليتيه امن لعالمه ضحكت عليه وسلمته رخيص. انا مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه؟ كل ما اقدم رجلي ترجعوني عشره. اعمل ايه يعني؟ هو فين دلوقتي؟ طمني. بالكتير الصبح هيكون عندك. جاتكم الهم كلكم. خمستي يا أحلى ليلة جمعة. ما تصحى بقى. أنا فين؟ أنت فين ده إيه؟ أنت عند رمانة حبيبتك. قصدي الساعة كام؟ طب صبح الأول وارمي بيضك بكلمة حلوة. يا بنت ما تبقيش ناكرة للجميل بقى. هو في أطعم ولا ألذ ولا أحلى من ليلة امبارح؟ طب ما أنت فاكر أهو. اختشي بقى عشان بتكسف. هموت في كسوف انا ومزاجه مزاجه مزاجه. تربية ايديك يا فندينا ورمانة ما بتكدبش. يا بنت انت لو كنت تربيتي لحظة لحظة واحدة ما كانش ده بقى حالي. اخسى عليك. يا بنت بهزر بهزر بهزر. تصدق ان انت كنت وحشني قوي. شفتي بقى انك ما تربيتيش. مش بقول لك تربيتك. يا رمانة بتعششي في دماغ الواحد كده كأنك أفيونة. لا أفيونة إيه؟ إحنا نضرب شغلنا بقى ولا إيه؟ فرش أفغاني أوريجينال من اللي هو الطار الملولو ده. والنبي ما أنا فاهمة حاجة بس بحبك يا فندينا. وأنا معاك بحس إن كل حتة فيا كده على راحتها. أول ما تبعد عني بحس إن أنا مش عارفني. أنا تهت مني. أنا مش أنا. ده أنت عباصة كلنا في مخك. يلا نقوم بقى نشوف حالنا ولا إيه؟ إيه؟ يا بنت في كلمتين عايز أقولهم لك. عايز أقولهم بره. طب ما تقولهم هنا. ماشي. وبعدين كلمتين إيه دول؟ أوعى تكون ناوي تخلع مني. لا 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 الكلام الفاضي ده. أنا هتجوز يا رمانة. يا نهار اسود ومنيل. هتتجوز تاني يا خميس؟ هتخوني تاني؟ انت ليه واخده الموضوع على محمل شخصي كده؟ يا بنت ده جواز مصلحه. رجلي جت فيها غصب عني. ايه غلطه وندمان عليها؟ لا خليكي في عباسط احسن. مكيش دعوه خالص باغاني الفنان المحترم هاني شادر لان كل البوناته عندي. يا بنت دي بنت العمروتي باشا.
جواز بيزنس يعني مصلحة. بنت العمروتي؟ اه بس انت مالكش فيه، انت مالكش فيه ولا ميت بنت عمروتي تعرف تزحزحك حتة من قلبي. قفشة انت في روحي، رمانة الميزان يا بنت، مع ضعضة في قلبي ولا يمكن تخرجي منه ولا فرق طبل بلدي لمؤاخذة يعني. مش مبروك، I love you. يا رمانة انت ناوية تسلميني ولا ايه؟ ايه رد الفعل الغريب ده؟ انا عملت اللي عليا وحذرتك. فاكرة لما قلتلك ان اسم ابو سنة لازما يعيش، ووجبت معاك ياما علشان تتجدعني وبطنك تجيب، لكن ما حصلش. يبقى انا عداني العيب وعملت الاصول. عايزاكي تعقلي وتركزي وتوزني الامور صح. انت لا اول واحده ولا اخر واحده جوزها يتجوز عليها ويجيب لها دره تعيش معاها. وفي الاخر انت عايشه في بيت افندينا وكلها يومين ولا ثلاثه ونرجع للبيت الكبير، والبيت ده واسع والخيل ترمح فيه، ما انت دايساه وعارفاه، وفي البراح كل شيء بيتدار. اوعي عقلك يوزك تنكدي على جوزك لما يجي، عايزاه ما يفتكرش الا ضحكتك وابتسامتك وانك انت خايفه عليه، وتتمني له الخير والسعاده. بنات الاصول هما اللي يفرحوا الفرح جوازهم، وانت بنت اصول. ما تحولش الحكاية لطار شخصي. انت يمكن تكون اخطأت مرة او اتنين، لكن اخطر حاجة بتواجه ضابط الشرطة انه بيوصل للحظة ما بيعرفش يفرق فيها ما بين مشاعره وبين واجبه. وانت كضابط شرطة واجبك يحتم عليك انك تكون على الحياد تماما، حتى لو كان عندك مشاعر حب او كره لاي طرف من الاطراف. صدقني يا فندم، اللي بطلبه من سعادتك ده ملوش اي علاقة بطار بيني وبين النوحة او افندينا. الحكاية كلها انها خطة في دماغي نربط بيها السوق ونوتر بيها الناس دي، يخرجوا من الشقوق نعرف نوصل له. العمليات دي مكلفة جدا يا ياسر، وانت لسه. انا عارف يا فندم، بس انا المرة دي هنبتدي بشكل مختلف خالص. احنا هنبتدي بالشقوق والغرز والدواليب، ضربة تحت الحزام للكبار يعني، وانا متأكد ان الضربة دي هتوترهم جدا. ده ملف يا فندم بكل تفاصيل الخطة. أنا موافق يا ياسر، ربنا معاك. شكرا يا فندم.